السلام عليكم، انا شيف شكري وهعمل معاكم النهارده نوع من انواع البسكوت الجميله قوي، بسيط وسهل وخامته موجوده في البيت ان شاء الله، مش هيكلفكم حاجه وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هو زي ما شايفين شكله، وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 100 جرام سكر بودره، 200 جرام زبده، 300 جرام دقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. ديت الخامات اللي عندي. هنحط عليهم ذرة ملح، وعندي بيضة واحدة وعليها شوية فانيليا. دي كل الخامات اللي موجودة عندي. أول حاجة هنعملها إن احنا هنقلب الخامات دي كلها ببعضها، السكر والدقيق والزبدة، لحد ما يبقى عامل زي الرملة الصفرة كده. هنفرك الزبدة مع الدقيق والسكر لحد ما يبقى زي الرملة الصفرة، مش هنعجن فرك بس كده، أهو بالصوابع كده مش هنعجن، علشان هي ديت الجودة بتاعت النوع، يعني هي دي درجة الجودة بتاعت النوع. نوع الزبدة اللي هتسألوا عن نوع الزبدة، انا شغال بجنة، النوع ده جنة اللي انا شغال بيه. اهو زي ما انتوا شايفين الزبدة فركت خالص اهيت مع الدقيق، اهيت بقت عاملة زي الرملة. احط عليها البيضة وشوية الفانيليا اهو، وهنبدأ ايه نعجن بقى. ما احناش عايزين نعجن علشان العجينة ما تسيحش، انا هنشبط العجينة ببعضها بس، يعني بصوابعك كده هتشبطي العجينة في بعضها، لان هي فيها زبدة فهتسيح من السخونة بتاعت الايد، درجة حرارة الايد هتسيح الزبدة اهو. بدأت تلم هي العجينة اهيت، وطبعا جنة عشان فيها نسبة مية بتبقى طرية. نجيب الطبق بتاعنا، رش دقيق صغيرة، هنحط فيه العجينة مع رش دقيق على الوش خفيفة كده. موضوع سهل وبسيط خالص، مفيش فيه أي كلام اهوت، زي ما انتوا شايفين. وبفردها علشان احطها في التلاجة البرودة توصل لها. حطيناها في التلاجة وخرجت، ادي العجينة بتاعتنا اهيت خرجت من التلاجة. هقسمها على نصين، نص هطلعه واشتغل بيه ونص تاني هرجعه تاني في التلاجة. ادي النص اللي انا هشتغل بيه اهوت، هنقلبها بس ببعضها كده تقليبة كويسة، ندخلها في بعضها نعكة صغيرة كده مع رشة دقيق خفيفة خالص. العجينة دي مهما تديلها دقيق هتاخد، يعني كل ما هتديلها هتاخد، ما عندهاش مشكلة في الدقيق خالص، بس في الآخر الدقيق بيطلع بيأثر على الطعم بتاعها. فردت العجينة رولة اهوت، وهقطع في حجم الليمونة الصغيرة اهوت، تقطيع العادي بتاعنا خالص بس في حجم صغير. وهنبدأ نعمل أول شكل من الأشكال. أنا هعمل أشكال عادية خالص، الأشكال اللي هي تقعد معانا لحد العيد، ما فيش فيها لا شوكولاتات ولا حشوات والكلام اللي حاصل ده. هلف العجينة على ايدي، شوية سكر، عندنا شوية سكر، سكر عادي خالص، تك عليه اهو خلاص. البسكوتة دي تقعد معاكي 15 يوم مستريح اهو، لا عليها شوكولاتات ولا عليها حشوات ولا الجو اللي انتوا عارفينه كله ده. الفها على ايدي لفة عادية خالص. وفي السكر عايزة تحطي سنة قرفة في السكر حطي، عايزة سكر عالي ماشي الحال اهو كده. واخلصها وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. اهو احنا خلصنا كده السكر اهوت، عايزين نعمل شكل تاني برضو. اشكال بسيطة كلها، مفيش فيها يعني مفيش فيها حركات ولا الكلام ده، كل حاجة غالية دلوقتي، شوكولاتات والكريمات كل حاجة غالية، فبنعمل الحاجة اللي هي تبقى موجودة وكويسة. هنلف العجينة على ايدنا كده زي الصابع، وهذا حرجة في شوية جوز الهند، ومتشكرين على كده اهو. هنحط العجينة، انا عامل كمية صغيرة لان هنعمل انواع بسكوت كتيرة، فهتفرط معاكي لو انت ماشية معايا بالكميات اللي انا بعملها،
فهتفرط معاك في الاخر كميات كبيره، لان هنعمل انواع بسكوت كبيره ان شاء الله. نلفها على ايدنا وندورها في جوز الهند. خلصنا الموضوع اهوت، ونشوف هنعمل ايه تاني. اركن الصينيه دي كده في الثلاجه ونشوف هنعمل ايه تاني. جبنا النص التناوت، حطينا عليه معلقتين كاكاو، كاكاو من غير سكر غامق عشان يأثر في يديك اللون الحلو بتاع الشوكولاته، وبيدي طعم حلو برضو في الاكل اهوت. وهدعك العجينه كلها ببعضها لحد ما تبقى كلها بني بني خالص، مش بني مشبح، لا بني بني يعني. ندخل بس الكاكاو الاول كده، ونبدا بقى ايه نديها دعكتين كده في الكاكاو. هتلم هي كاكاو، هتلم الدنيا كلها معاك زي ما انت شايفه كده. بس طبعا كل اللي انا بعمله ده بالراحه، ايدي وحنينة عليه، ومع رش الدقيق اظبط المواضيع. خليتها كلها بني اهي. الموضوع سهل وبسيط زي ما قلنا كده. وهنفرد العجينة ديت، وهنقسمها برضو نصين، هنعمل منها شكلين برضو. هذا النص هنشتغله، والنص ده هنشتغل بيه. هنفرده عادي زي الرول برضو، وهنقطعه اهوت في العادي بتاعنا اللي احنا بنعمله. عندي شوية مكسرات اهوت، هنفردها حبل صغير كده، وهلمها على جوه دايرتين، والف الطروف عليها اهي بالشكل ده. ادي الشكل بتاعنا اهوت. نفرد برضو ونلم على جوه اهو. ادي الشكل بتاعنا اللي احنا هنعمله. اهو برضو تاني حبل رفيع، والطرفين على جوه يلمسوا بعض، ونقلبهم اهو. هو ده الشكل بتاعنا تمام. ادي كده خلصت الشكل ده، هنعمل شكل تاني بالنص البني اللي باقي مننا. زي ما قلنا عندي شوية مكسرات، اي نوع مكسرات، شوية سوداني، شوية اي حاجة عندك، مشي الحال. وأقطعها برضو التقطيع العادية بتاعتنا اللي هي حجم الليمونة الصغيرة. أكورها، أحطها على شوية المكسرات اللي عندي، وأتك تكة صغيرة، شوية مكسرات ناعمين أهوت. وأرى إن هي فيها بيكنج بودر، فبنوسع سنة صغيرة أهو. أي نوع مكسرات عندك، سوداني، كسرت اي حاجه كده. انا خلصت، اخش الفرن على طول على 170 في الشبكه اللي في النص، ونشوف الدنيا فيها ايه. طالع زي الفل اهوت، ده اللي عليه السكر، واللي جنبه اللي عليه جوز الهند، سواه مظبوط وشكله جميل وطعمه احلى من شكله. هنسويه يبرد ونرصه في الطبق، ونشوف الدنيا فيها ايه بعد كده. ادي اهوت رصنا في الطبق الاربع اشكال اللي احنا عملناهم، اشكال بسيطه خالص وسهله خالص، ومش مكلفه، مش محتاجه ان انا اجيب كمان حاجات علشان افنش البسكوت، لا هو كده كويس خالص اهوت. شكله جميل وطعمه جميل، وان شاء الله نجربوه ويعجبكم اهوت. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.